دراجات هوائية للجميع. ما زلت أذكر ذلك الصباح الذي قصدت فيه مكتبة المدرسة لأستعير كتاباً، وما إن خطوت أولى خطواتي داخل المكتبة حتى سمعت سقوط مجموعة من الكتب على الأرض، فسارعت إلى جمعها ومسحها ثم ترتيبها فوق الرف. لحقت بي القيمة على المكتبة وشكرتني قائلة: شكرا لك يا بنيتي، ليت كل الأطفال مثلك. وما كادت القيمة على المكتبة تغادر المكان حتى سمعت صوتا خافتا يناديني من بين الكتب. اقتربت من الصوت، فلفت نظري كتاب صغير الحجم عنوانه بلد الدراجات الهوائية. وبما أنني أهوى ركوب الدراجة تناولت الكتاب، فشكرني الصوت المنبعث من بين دفتيه وقال لي: إنها هولندا يا صديقتي، وهي ليست بلد الدراجات فحسب، بل أيضا بلد الجبن والجسور والطواحين. قلت: وما شأن الدراجة في هذا البلد؟ أجابني الصوت: أغمضي عينيك وأنا أحملك إلى هذا البلد. وفي لمح البصر وجدت نفسي وسط مدينة جميلة تكثر فيها الوديان والجسور. توجه بي الكتاب مباشرة نحو واحدة من المكتبات المنتشرة بالمدينة، وأمام الباب اندهشت لمئات الدراجات التي كانت متوقفة في نظام بديع. لم يكن هنالك حارس، ولم تكن الدراجات مربوطة بأقفال. سألت صديقي الكتاب: كيف سيعرف كل واحد دراجته وكلها متشابهة؟ ابتسم الكتاب وقال لي: سترين ذلك حين يخرجون. وكم كانت دهشتي كبيرة حين خرجوا، فرأيت كل واحد ينصرف إلى دراجة يركبها، سواء كانت له أم لغيره. ولم تمر إلا برهة حتى خلى الجدار من جميع الدراجات. قال لي صديقي الكتاب: يجب أن تعرفي يا صديقتي أن عدد الدراجات في هذه المدينة يبلغ 700,000 دراجة، فيما يبلغ عدد السكان 750,000 نسمة. فالكبير والصغير والشاب والعجوز والمرأة والرجل كلهم يركبون الدراجة، لأنها بالنسبة إليهم رياضة يومية ووسيلة نقل بسيطة ولا تلوث البيئة. لكل دراجته، وهي دراجة الآخرين أيضا، فإذا نزل أحدهم من على دراجته فإنه يركنها في مكان على قارعة الطريق دون أن يربطها. فإذا مر مواطن آخر من ذلك الطريق واحتاج إلى دراجة للتنقل، فإنه سيركبها ويذهب لقضاء حاجته. قلت مع نفسي: حين أعود إلى بلادي سأتحدث إلى أصدقائي وصديقاتي في المدرسة، ونتفق جميعا على أن يقتني كل واحد منا دراجة هوائية يتقاسمها مع الجميع، وهكذا سنعبر عن سلوك مدني مواطن رائع.